السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا في سكيدا، دورة تكميلية أكيد مستوى عالي، نظام تحليل المخاطر وإيجاد الحلول اللي هو هازارد أناليز كريتيكال كنترول بوينت. هذا النظام مهم بزاف خاصة في المجال الاقتصادي السياحي، لأنه يرتكز على أنه نقدم الجودة ونقدم المنتوج للمستهلك يكون آمن. لهنا كل الأمور عادية، ولكن لهنا كاين عدة مراحل باش نوصلوا لهذا النظام اللي هو نظام عالمي أصله 1960. يعني رواد الفضاء حاولوا أنهم يجدوا يعني فتشوا على حل، والحل لهنا أنه يرتكز بزاف على هذا النظام. هذا النظام مهم كثير، وحنا لما يعني الوزارة الوصية لهنا وزارة التكوين المهني سلطت الضوء على هذه الدورة أو الدورات التكوينية يعني جهوية، ومنها الدورة التكوينية الخاصة بولاية سكيكدا. احنا لينا الشرف أن نكونوا من هذه الأساتذة، لأن احنا راح نكونوا بإذن الله نزيدوا نوصلوا هذه الدورات أو هذه الكفاءات اللي راح نكتسبوها إن شاء الله من هذه الأساتذة هنا، أنه نوصلوا على التلاميذ، والتلاميذ راح ترجع للقطاع الاقتصادي اللي هم الفنادق. ومشكورين لأنه احنا في هذا النظام ركزنا على زيارة فنادق اقتصادية، يعني ثلاث فنادق اقتصادية مهمة كثير اللي منها شفنا نظام الجودة والتحاليل المخاطر اللي موجود. لهنا المراحل المهمة اللي في هذا النظام هي 8 مراحل، تبدأ بالتحليل وتنتهي بالتوثيق. يعني مراحل مهمة كثير أنه نحلوا الخطر منين جاء، منين يبدأ الإشكال، وين نكملوها نوثقوا المنتوج نتاعنا بالإيجابيات أو بالسلبيات نتاعو، وأكيد راح نستفادوا وتكون عندنا غذاء آمن يوصل للمستهلك. هذه بصفة عامة نظام الـ HACCP اللي الحمد لله استفدنا من هذه الدورة كثير. كانت فيها أيام نظرية، وأكيد اليوم التطبيقي اللي شفنا فيه كيفية معالجة إذا كان كاينة أخطار نديروا التحليل ونشوفوا الأخطار اللي راهي كاينة ونحاولوا أنه نعالجوها، وأكيد منها راح نقدموا منتوج جيد وذو جودة. الحمد لله، نشكركم كثير وتوفيق. شكرا.